هذا وتتواصل فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. للمزيد ينضم إلينا من مقر انعقاد المؤتمر بالعاصمة الإدارية الجديدة الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. نعم، بالفعل هناك زخم كبير تشهده هنا العاصمة الإدارية الجديدة، حيث هذه الفعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية. نتحدث عن أكثر من 130 جلسة حوارية وجلسة علمية يشارك فيها العديد من المتخصصين المحليين والدوليين وأيضا من المنظمات الإقليمية والدولية. نتحدث عن أكثر من 800 مشارك ومتخصص من مجالات ومنظمات محلية وإقليمية ودولية، وبالتالي نتحدث عن مؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية. تحدث مع عدد من ممثلين الأمم المتحدة في مصر وأكدوا أن هذا المؤتمر له أهمية بالغة في جهود الحكومة المصرية وجهود الأمم المتحدة أيضا لتعزيز التنمية البشرية في مصر. هناك العديد من الجلسات التي يشارك فيها أيضا عدد من الدول لتبادل الخبرات فيما يخص التبادل بخصوص التنمية البشرية، وأيضا هذا المؤتمر يأتي مع انطلاق مبادرة بداية جديدة للإنسان التي انطلقت في الفترة الماضية، وذلك كله يهدف بالأساس إلى تعزيز مستقبل المواطنين والسكان والتنمية البشرية، بالإضافة إلى تعزيز الصحة والسكان. وأيضا في هذا الصدد نشير إلى المبادرات الكثيرة التي قامت بها مصر في مجال الصحة ومبادرات رئاسة الجمهورية في رفع الصحة لدى المصريين، وكانت هناك إشادة أممية كبيرة بهذه الجهود المصرية، وأيضا أن يكون هناك تبادل الخبرات في هذه المجالات وهذه المبادرات الصحية مع العديد من الدول وخاصة الدول الأفريقية. هذه الفعاليات التي تستمر حتى 25 من هذا الشهر بإذن الله تشهد العديد من الجلسات الحوارية والتي نتابعها معكم يوميا حتى انتهائها والجلسة الختامية يوم الجمعة بإذن الله. إليكم زملائي في الاستوديو. شكرا لك الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري.